من الحليب مروراً باللبن أو الزبادي وصولاً لللبن البلدية ومن بعدين اللبن الدوائر أو اللبن المسمية اللبن المكعزلة. كل هالمراحل وكل هالتفاصيل رح نشوفهم بفيديو اليوم. رح نبلش بترويب اللبن ومن بعدين رح نشوف كيف نحاوله للبنة ونرجع نحاوله كمان للبنة على شكل كرات. وطبعاً بكل مرحلة رح نكون عم نحكي عن معلومات وتفاصيل نجاح هذه الوصفة والأشياء لازم نبتعد عنها حتى ما تفشل معنا. قبل ما نبلش بدي أطلب منكم إذا بعد ما اشتركتوا بالقناة تاعيتي تشتركوا فيها وتدعموني وتحطوا كتير لايكات على هذا الفيديو. يلا نبلش. رح نبتدي أول شي بأول خطوة واللي هي ترويب اللبن. بقلب طنجرة نظيفة رح نحط 4 لتر من الحليب السائل. أنا عم بستعمل الحليب السائل اللي هو بيجي كامل الدسم. أي نوع حليب أنتوا بتفضلوا فيكن تستخدموه. إذا كان بعد الحليب طازة فريش بيكون بعد أطيب وأطيب أكيد. حتى خلي طعمته تطلع بعد أطيب ويطلع دسمه بعد أكتر رح أضيف عليه كبيتين من الحليب البودرة. يعني بتقلوا بكبيتين من الحليب البودرة أو إذا بدكم لكل لتر من الحليب السائل بحط له نص كباية من الحليب البودرة حتى خليه يصير هيك تقيل أكتر ودسم بعد أكتر وطعمته أطيب. بنخلطهم سوا كتير منيح حتى الحليب البودرة يدوب تماما وبنرجع بنشغل النار حتى الحليب يسخن عنا. وليلى رح يسألوني فيها نستخدم حليب بودرة بس محل الحليب السائل؟ رح قلكن أكيد بنقدر. فكرمال هيك عم بعمل أنا كمان طنجرة تانية صغيرة رح أعملها بس بالحليب البودرة. كل كباية حليب بودرة بدها 3 كبايات من المي. هذا على طريقة 6 وعيارات 6. أنا حطيت كبايتين من الحليب البودرة وضفت عليهم 6 كبايات من المي ودوبتهم كتير منيح وهلأ شوفوا الحليب الطنجرتين عم يسخنوا. ما في داعي نخلي الحليب يغلي عنا لانه هذا حليب منه طازه منه فريش اوريدي هو معالج بالمصانع اوريدي منعمله الباستريزيشن او الستريليزيشن تاعيته. بمعنى اخر هذا الحليب اوريدي معقم بس اذا كنا عم نستخدم حليب طازه او حليب جاي دغري من البقره اكيد لازم نغليه حتى نعقمه. فنحن كل شي علينا نعمله انه نخليه يسخن ويصير دافي حتى وقت نحط له الروبه تاعيته يشتغل بطريقه مزبوطه. فمنسخنه قبل ما يغلي منطفي عليه ومنطر حتى شوي يدفع عنا ولحتى نختبر انه صارت حرارته مزبوطة منحط اصبعنا بقلب الحليب ومنحط منعد للعشرة. لازم نتحمل 10 ثواني وبهذه الطريقة بتكون حرارة الحليب صارت بين 42 ل 45 درجة مئوية. وطبعا اللي عنده ميزان حرارة مخصص للمطبخ وللأكل فيكم تستخدموه تتأكدوا انه الحرارة صارت بين 42 ل 45. وإذا كانت حرارة الحليب أعلى من هيك للأسف الروبة اللي رح نحطها بقلبه حتى نحاوله للبن رح تموت والبكتيريا الموجودة بقلبها رح تموت وما رح يتحول عنا للبن رح يضله مثل ما هو سائل. من بعد ما صارت حرارة الحليب مزبوطة هلأ رح نضيف عليه الروبة واللي هي عبارة عن أي نوع لبن أو زبادي اوريدي جاهز عنا اوريدي موجود عنا بالبيت. رح ناخد منه كمية واللي هي معلقة كبيرة أو معلقتين كبار لكل لتر من الحليب. منشيل شوي من الحليب منحطها فوقهم لهول اللبن أو الزبادي الجاهز مننذوبهم مزبوط ومنرجع منصبهم فوق هذه الطنجرة ومنحركهم شوي على السريع. منرجع منغطي الطنجرة بالغطا تبعها وبدنا نلفها مزبوط بقماشة أو بأي شيء يحفظها حتى تضلها شوي دافية. ولأنواع اللبن أو الزبادي أنا بستخدمهم أنا عادة بخلط كذا نوع كرمال أحصل على طعم كتير أطيب وبنفس الوقت بحصل على ملمس كتير حلو. فهول الثلاث أنواع اللي عم تشوفون قدامكم بالفيديو أنا خلطتهم استعملتهم ثلاثتهم حتى أحصل على نوعية لبن طيبة كتير وفيها كذا طعمة أو ميكس من هول الطعمات الثلاثة اللي بيجي شوي حامض شوي سويت بتعطيكم ميكس كتير طيب. من بعد ما غطينا الطنجرة ولفيناها بقماشة رح نتركها بحرارة الغرفة من 4 ساعات ل 8 ساعات ماكسيموم مش أكتر من هيك. منرجع من بعدين منشيلها من المنشفة ومنفوت الطنجرة على البراد لتاني نهار. وهذا تاني نهار طلعت الطنجرة من البراد شوفوا ما أحلاه كيف مثل القالب الكيك جامد على حاله هذا اللبن اللي حضرناه وشوفوا قديشه ناعم يعني عم شيل منه بالمعلقة وعم يطلع مثل الكريمة جامد على حاله بنفس الوقت ملمسه سوبر ناعم وطعمته عن جد كتير كتير طيبة. وهلأ صار وقت نحول هذا اللبن أو الزبادي للبنة. طبعاً اللي عنده كيس لبنة بيكون كتير منيح بس اللي ما عنده أي تيشرت بيضة أي قماشة بيضة أي مثلاً فلانيل بيضة تكون أكيد كتير نظيفة. أنا جمالاً مجيبهم هولي وبستعملهم بس للبنة ما بستعملهم لغير شيء أبداً. رح نحط القماشة بقلب مصفية حاطين تحت جات ورح نرجع ننزل اللبن أو الزبادي بقلبها ورح نرجع نلفها ونعصرها مزبوط ونرجع نربطها وبتصير على شكل كيس مثل ما عم تشوفوا قدامكم. هلا انا كنت عامل كميتين طنجرتين فقسمتهم كل طنجره حطيتها بقلب كيس لحاله. اول شيء لانه القماشه حجمها مش كتير كبير فما بتتحمل كتير كميه بنفس الوقت حتى ما ياخذوا وقت اكثر ويعذبونا هنا وعم يصفوا. ومنعلقهم مثل ما انتم عم تشوفوا ورح نتركهم يصفوا لتاني نهار وراح تلاحظوا انه طلعوا كميه كبيره من المي او من السوائل الموجوده بقلبهم. يعني هذا الجات انا فضيته مرتين اول ما علقت الاكياس وهذا الكميه المي اللي باقي هذا تاني نهار شوفوا قديش بعد باقي كميه مي عم تطلع منها. منفضل اكياس او منفضل قماشه اللبنه بقلب جات نظيف. شوفوا اسم الله عن جد كيف صارت جامدة على حالها نشفت اللبنة وما تعتلوا هم لا لونها رح يتغير ولا رح تحمض لأنه تركتوها أول ليلة برا البراد. بنرجع بنرش عليها رشة ملح صغيرة تقريبا شي معلقة صغيرة من الملح وبالمعلقة رح نرجع نقلبهم سوا كتير منيح حتى ينخلطوا مزبوط اللبنة مع الملح.
هلا فينا نوقف بهذه المرحله ونحصل على اللبنه البلديه اللي احنا عاده بنلاقيها بالسوبر ماركت واللي متوفره وين ما كان. انا رح شيل كميه حتى نشوفها باخر الفيديو، وفيكم تكفوا لحتى نحولها دوائر. هلا اذا كان بدكم توقفوا بهذه المرحله وبدكم اياها بس لبنه بلديه، فيكم ما تحطوا لها ملح، ما بحاجه تحطوا لها ملح. بس انا ليش حطيت ملح؟ لانه هي اوريدي هلا صارت ناشفه، فالملح اللي حطيناه رح يساعدنا بعد حتى ننشفها اكثر ويطلع المي اللي بعدها باقيه بقلبها، انه بعد في كميه مي بسيطه بقلبها لازم نطلعها. لكن مثل ما عم تشوفوا قدامكم بنرجع بنفضيها بقلب قماشه جديده، وكمان حطينا بقلب صفايه تحتها في جات، وهالمره رح نكبسها بشيء ثقيل مثل صحن، وهالمره رح نخليها بالبراد مش بحراره الغرفه، رح نخليها بالبراد لليله كامله حتى تصفي بعد. وبنصحكم مثل ما انا عملت خلال هذه الليله تغيروا القماشه، لانه هلا بصير كميه المي كثير قليله بقلب اللبنه، فبصير ما بقى عم تنقط، ولكن القماشه الموجوده عم تشرب المي، عم تمتص المي الموجوده بقلب اللبنه. ومثل ما شفتوا قدامكم نقطت شوي شيء بسيط، بس خلص هذا هو الماكسيمم، ما بقى تقدر تنقط اكثر من هيك، سو نشفت عنا للماكسيمم. بقلب صينيه رح نحط تحتها ورق مطبخ، او فينا نحط تحتها قماشه، بس اجمالا هو الورق المطبخ بيكون كثير منيح. هذا اللي بيجي كلينكس سميك رح نحطها تحتها، ورح ناخد اللبنة شوي شوي ورح نكورها على شكل كرات حجم متوسط، فيكن تكبروه أكتر فيكن تصغروا أكتر على راحتكن، يعني يستحسن نلبس جلوفز نلبس كفوف لأنه رح نوسخ إيدينا باللبنة. هلأ في ناس بهذه المرحلة شو بيعملوا؟ بيغطوا إيدهم شوي بالزيت حتى اللبنة ما تلزق على إيدهم، بس أنا ما بنصحكن تعملوا هذه الشغلة أبداً، لانه الزيت اللي رح يدق هلا باللبنه نحن عم نكورها بهذه المرحله رح يعمل طبقه عازله وما رح يخليها للبنه تنشف معنا، لانه نحن هلا بدنا نخليها تنشف بعد لاخر مره بالهواء بحراره الغرفه بالكلينكس اللي حطيناه حتى يمتص المي. فبتكون هيدا اخر مرحله بنتركها بعد لليله كامله حتى تنشف عنا على المزبوط بالهواء، حتى اذا بقى اي شيء رطوبه تكون طلعت وتمتص هيدي الورقه او الكلينكس اللي حطيناها. ثاني نهار بنعبي اللبنه بالمرطبين وبنغمرها بزيت الزيتون، وهيدي اللبنه فيكم تحفظوها من السنه للسنه بالمرطبين يكون مسكر بلا براد بحراره الغرفه، ما بدها براد ابدا ما بيصير لشيء. وهذا اللبن او الزبادي اللي حضرناه بعده عندي بالبراد، شوفوا ما احلى منظره بعده. وهيدي اللبنه اللي شلناها باول مرحله كمان غير شكل طعمتها عن جد روعه. وصفه صح بدها شغل شوي وفيها خطوات كتير اكيد، بس صدقوني النتيجه غير شكل، ومكوناتها اصلا كتير رخيصه، وأطرميز اللبنة المكعزلة بالسوبر ماركت منه هالقد رخيصة، فينا نحضره احنا بالبيت بكلفنا كتير أقل من ما أنه نجيبه جاهز. والزيت اللي حاطينه بقلب المرطبين ما منكبه بس تخلص عنا اللبنة، منخليه ونرجع بنعمل لبنة مرة تانية ومنحطهم فوق هول الزيتات، بنضلنا نرجع نستعمله ما بيصير له شيء. أهم شيء إنه بس بدنا ناخد من هذا المرطبين نستعمل مع الأنظيفة، ناخد منها تكون مع الأنظيفة وناشفة، ناخد منها ونرجع نسكره كتير منيح. وبس هيك هذا كان فيديو اليوم، بتمنى إنه يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. إن كان بدكم تحضروا بس الزبادي أو بدكم تحضروا بس اللبنة، كل التفاصيل موجودة بين إيديكم. خبروني بالكومنتس مين منكم تحمس حتى يحضر اللبنة بالبيت هيدي السنة. بتمنى أنكم تحضروها وتعطوني رأيكم فيها، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل شي جديد. يعطيكم ألف عافية سلف، وصحتين وألف عافية على قلبكم جميعاً.